السلام عليكم. حنكمل الفيديو اللي صورته لموديول 7. احنا كنا وصلنا انه شو تعريف البيرسنت امبيدنس في الترانسفورمر. تعريف البيرسنت امبيدنس للترانسفورمر زي ما حكينا هي نسبة الفولتج على البرايمري سايد بالنسبة للريتد فولتج اللي بتخلي الريتد كارنت يمشي في السكندري سايد وين شورت سيركتد. اوكي، اللي هي في شورت سيركت كونديشنز. اوكي، فهاي هي البيرسنت امبيدنس. هسا طبعا احنا نرجع على القانون I1 على I2، I1 على I2، فبالتالي طالما احنا الفولتج ثابت فهي ايكوفالنت ل SL1 على SL2. الفولتج عند جهة اللود حيكون ثابت، فبدل I1 بنقدر نحكي انه SL1 على SL2 بتساوي البرسنتج تبع الترانسفورمر الثاني على الاول مضروبة في الريتنج تبعات الترانسفورمر الاول على الثاني. اوكي، فمشان هيك هاي شو معنى SL1؟ هاي الكومبلكس باور، الابيرنت باور حيغذيها الترانسفورمر الاول لللود، و SL2 هي برضه نفس الشيء الابيرنت باور اللي will be supplied from transformer 2 to the load. هون حنشوف عندنا اكزامبل على الموضوع هذا. assume that 250 كيلو فولت امبير ترانسفورمر with 2.4% impedance is paralleled with 500 كيلو فولت امبير with 3.1% impedance. Determine the maximum load that can be carried without overloading either transformers. Assume that the maximum allowable transformer loading is 100%. فإذا كل ترانسفورمر ما بنقدر نتجاوز 100% من اللودنج تبعته. فإذا نشوف قديش اللود الماكسيمم ممكن يغذيها بحيث إنه ما نتجاوز الريتنج. هسا عندنا خيارين. أول إشي ممكن نخلي الترانسفورمر الأول على الفول كباسيتي تبعته، بنشوف قديش الترانسفورمر الثاني ممكن يعطينا. او العكس، وبنقارن الجوابين مع بعض وبنشوف مين بيعطينا اوفر اول لودنج اكثر. فاول اشي لو اخذنا انه SL1 على SL2 تساوي، قلنا زي الترانسفورمر الثاني اللي بيرسنت امبيدنس على الترانسفورمر الاول هي 3.1 اوفر 2.4 مضروبه في 250 على 500 اللي هي استيميت الترانسفورمر الاول على الاستيميت الترانسفورمر الثاني، فهذا بيساوي 0.6458. فمعناته إذا SL1 تساوي 0.6458 في SL2. فإذا لو كانت الترانسفورمر الأول، أوكي، لو أخذنا إنه الترانسفورمر الأول على الماكسيمم، يعني SL1 تساوي 250، أوكي، فـ SL2 قديش حتطلع معنا؟ 387. فالتوتال تبعهم إيش حيكون؟ حيكون 250 زائد 387 اللي هي 637.1. هذا السيناريو الاول، ان احنا شغلنا الترانسفورمر الاول على الماكسيمم ريتنج. لاحظنا ان SL2 كانت اقل من الماكسيمم ريتنج للترانسفورمر الثاني، فما فيش عندنا مشكله، فهذا الاوبشن صح. نيجي على الاوبشن الثاني انه نشغل مش موجود هنا. اوكي، نشغل الترانسفورمر الثاني على ال 500. اذا شغلنا الترانسفورمر الثاني على ال 500، هشوف هنا اللود على الترانسفورمر الاول قديش حتكون؟ 500 ضرب 0.64 اللي هي حتكون اكثر من 300. اوكي، 500 ضرب 0.64 حتكون اكثر من 300، فمعناته SL1 اذا اخذنا SL2 500، SL1 حتكون اكبر من 250، فما بنقدر نطبق هذا القانون. فمعناته اذا الماكسيمم احنا بنقدر نشغل ال SL1 على هاي SL1، بنشغل SL1 على 250 وبيطلع معنا SL2 387، فالماكسيمم لود اللي كان بي سبلاي 637. طبعا هو حاط الحكي ارقام هون، بس اي ثينك ارقام هاي فيها غلط، فردوا تاكدوا منها الارقام اللي هون هاي فيها غلط. الحل الصحيح زي هيك، زي ما قلنا بنجرب اول شيء ترانسفورمر الاول على الماكسيمم، بنشوف الثاني صار عليه اوفرلودنج ولا لا، اذا ما صارش معناته فيش عندنا مشكله وبنشوف المجموع. بعدين بنجرب الثاني على الماكسيمم، شيكنا لما SL2 500، SL1 شو حتساوي؟ 500 ضرب 0.6 رقم اكثر من 300، واضحه يعني، فهو اكبر من 250، معناته هذا الرقم غلط. اوكي،
فبنضلنا على الفرضية الأولى. ضل عندنا آخر موضوع في الموديول هون اللي هو التاب تشينجر. زي ما حكينا احنا قلنا بيجي الترانسفورمرز بالعادة بكون معهم ترينز ريشيو 10 to 1. التاب تشينجينج احنا بنقدر نغير الترينز ريشيو هاي بمقدار بسيط يعني بلس ماينس بيرسنت. في عندنا مثلا ممكن بلس ماينس 2% 2.5 او 5% او 7%، يعني ممكن ماكسيمم ل 10 بس اكثر من هيك ما في. فاذا هي ميكانيزم، اوكي التاب تشينجر از ميكانيزم ان ترانسفورمر ويتش الاو فور فاريبل تيرنز ريشيو بي سيلكتد ان ديسكريت ستيبس. يعني بكون مثلا خلينا نحكي بلس ماينس 5% الستيب 1%، فمثلا ماينس 5% ماينس 4 ماينس 3 اند سو اون. وذيس ميكانيزم we can obtain the variable turns by connecting to a number of access point as tabs known as tabs. يعني بكون في عنا صورة كمان شوي نجي عليها. okay. اللي هو زي هيك، هذول بسموهم tabs. فالتابس هذول بتغير في خلالهم اللي هو ال turns ratio عن طريق التاب. مثلا كل رقم بكون يمثل إشي، مثلا هاي الواحد مثلا فلنفرض هي بلس مثلا 5%، 2 بلس 4%، 3 بلس 3% and so on، حتى وصل مثلا 8 مثلا ماينس 3% او 4% حسب الريتنج اللي انت او حسب الستبس اللي انت محددهم. طبعا هاي بتعتبر خاصيه اضافيه للترانسفورمر، وبالعاده بيكون يعني اذا بتطلبها مع الترانسفورمر بيكون سعره اغلى. بعض السبيسيفيكيشن مثلا حسب الديزاين تبعك البروجكت تبعك بتطلب انه بدي الترانسفورمر تاب تشينجينج مثلا بلس ماينس 2% 5% اند سو اون. برضه هذا من يعني من الاشياء اللي بنستاهل نحكيها انه ممكن نستخدمه في موضوع الفولتج كنترول. يعني احنا لما قلنا مثلا الفولتج مثلا يصير داون على اللود سايد، ما هي اللود اكيد موصل على الترانسفورمر، فالفولتج صار داون قلنا مثلا يو هاف تو سبلاي ري اكتف باور، صح؟ نحط كاباسيتر. اذا ما في ممكن نستخدم التاب تشينجينج، نرفع التينز ريشيو، فبالتالي نرفع الفولتج عند اللود سايد، اوكي، عن طريق التينز ريشيو والتاب تشينجينج بنقدر نتحكم بحيث نرفع الفولتج على اللود سايد. فاذا برضه ممكن نستخدمه في موضوع الفولتج ريجوليشن او الفولتج كنترول. فالتاب تشينجر برضه معلومه عنها انه اكزيست ان تو برايمري تايبس، النو لود تايب تاب تشينجر والاون لود تاب تشينجر. الفرق بيناتهم النو لود من الاسم انه ما بنقدر نغير نعمل تشينج للتينز ريشيو الا لما يكون ما فيش عندنا لود، يعني لازم يكون السيستم دي انرجايزد. فهذا النوع اذا انت السيستم يعني اول شيء بدك تفصل السيستم كومبليتلي بعدين بتعمل تاب تشينجينج. الاون لود لا، يو كان ادجست التين ريشيو ديورينج الاوبريشن، اوكي. الاون لود كان ادجست التين ريشيو ديورينج ذا اوبريشن. طبعا التاب سيلكشن اللي بغير ممكن يكون اوتوماتيك او ممكن يكون مانيوال حسب. طبعا في الاون لود حيكون اوتوماتيك لانه اللود شغاله، مش حتقدر يجي واحد مانيوال يغيرها لانه السيستم بيكون لسه انرجايزد. في المانيوال بتقدر يكون يعني في النو لود تاب تشينجينج بنقدر يكون مانيوال، ليش؟ لانه بنعمل دي انرجايزيشن وبعدين بنقدر نغيره مانيوالي. طبعا الابلكيشن اكيد النو لود تاب تشينجر بنستخدمه في الاوضاع لما تكون التينز ريشيو مش محتاجين نغيرها بشكل متكرر، اذا doesn't require frequent changing. لانه اذا كانت بتغير بشكل يعني محتاج تغييرها بشكل كبير بدنا كل مره نطفي نعمل دي انرجايزيشن وبعدين نرد نشغله، فبتكون العمليه شوي صعبه. فمشان هيك بنستخدمه لما تكون طبيعه اللود ما بتحتاج انه نغير التاب تشينجينج فريكوينتلي. بالمقابل الان لود نستخدمه لما يكون اللود ما بنقدر نعملها يعني نقدر نفصلها دائما. فا إذا where a supply interruption during tab change is unacceptable، يعني في عندنا لود حساسة مش معقول دائما إن نعمل de-energization ورد نعمل energization، يعني نفصل اللود ورد نرجعها. فبهاي الحالة لازم نستخدم الـ unload tab changer. طبعا حيكون أكيد more expensive and more complex لأنه بيكون عندك automatic tab changer، فبيكون سعره أغلى وبيكون more complex. هنا السيستم بالعادة زي ما حكينا بكون بلس ماينس بيرسنت معينة، ممكن يعني ماكسيمم 10%، وعدد التابس برضو بتحدده حسب الستيب. مثلا فونا ماينس 10 بلس ماينس 10 بيرسنت و 33 تاب، فالستيب كم حتكون؟ حتكون 20% على 33 تقريبا 0.66%، اوكي. ف
طبعا هذا واحد منهم، بس ممكن يكون انواع ثانيه، يعني يكون مثلا بلس ماينس 5% و10 تاب مثلا. اوكي، وهنا هاي الصوره بتمثل لنا شو معنى التابس. فهذا تقريبا يعني نهايه الموديول وكل شيء بتعلق فيه، وهيك بنكون ان شاء الله خلصنا الماده. واي سؤال لكم ابعثوا لي اياه على الايميل، سواء هون او على اي شيء اخذناه قبل، وبالتوفيق ان شاء الله. بالنسبه لامتحان الفاينل لسه ما فيش جدول من الجامعه، فبنستنى جدول الجامعه. وبالنسبه للبروسيجر يعني والله لسه ما فكرت في الموضوع، اول شيء حنشوف اذا في اي قرارات من الجامعه، وبناء عليها ان شاء الله بحدد لكم، بعث لكم ايميل، ممكن نعمل ميتنج نتناقش بالامتحان كيف حيكون، وربنا يجيب اللي فيه الخير. يعطيكم العافيه.